البث من زنسين صراحة جديدة السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم نقولها 3 مرات على خاطر المشروب اللي في كيسانكم قوي ومسكر ويتشرب على 3 مرات الجو سخون الجو بدا يسخن اما الحرب الباردة ما زالت شاعلة اكثر من 20 سنة بعد ما روسيا سيبت لنا كوكتيلها القاتل بيرسترايكا هاو يوم امريكا ترجع وتجاوب بكوكتيل اقوى واخطر ترايكا الترايكا مشروب ذو درجة عالية من الحموضة ويهز مباشرة للنهاض الترايكا كوكتيل يجمع بين 3 مكونات القروصية العالية والطحينة الأصيلة ومسحوق الطرطور وكيف ما قال نبأ المفكر والفيلسوف لطفي زيتون ترايكا ديسترايكا فيرسترايكا العم قالها قبل الناس كله وزاد قال لقد أطحنا بحائط برلين فكيف لا نستطيع إدخال البلاد في حيط ما سالش منها معامل الترايكا الممتازة تشتغل ليلا نهارا وهكذا بحول الله نجم نوفر لكل المواطنين الكميات اللازمة من الترايكا وقصد ترشيد المواطنين وزعنا لافتات في كامل تراب الجمهورية مكتوب عليهم من دخل الترايكا وضع ساقا في البارادايكا كيف زميلنا في الكفاح من الترايكا وبالتحديد من حركة التركة الرفيق بوشلايكا قال هذه أقوى زمونكا خلقت في التاريخ مالا داخلين سوق البصاصين من غير ترايكا الديمقراسي حطتنا الكراسي والكراسي يلزمهم الترايكا ومش هي ترايكا لا بلادنا حشتها بترايكا باهية ترايكا صحيحة ترايكا مليانة ترايكا تفيض خيرا على الأمة كما سبق وقلت لكم الترايكا هي ائتلاف بين 3 مكونات اولا الشق الموجود في وسط الترايكا وهو بمثابه العمود الفقري للترايكا يدخل اللي هب يخرج اللي هب يزلق اللي هب ويطلق اللي هب من الاخر اسمه تراي جيكو وعلى اطراف الشق هذايا نلقاو كتلة على اليمين وتكتل على اليسار ومهمتهم الرئيسية والاساسية هي التلحيس المتواصل والممل واللا متناهي للتراي جيكو وكذلك وريناه في اكثر من مناسبة يغطيوا عليه نعم يغطيه على الشق بطريقتهم الخاصة الانكماش العضلي وأخيرا ما يخفكم زادة أن العديد من أنصار الكتلتين ما حصروش ما شموش وما قبلوش الدور اللي لعبوه الكتلتين ثم الا وهو حشكم دور الكارت
وخاصة مع الانقطاع المتكرر للماء في المدة الأخيرة. هذاك علاش قرروا الأنصار على الكتلتين باش يقوموا بصلاة الاستخارة فماشي ما يبطلوا نهائيا من التلحيس. بشائح والسلام عليكم. هذه بوب تحب بوب ميرسي. لا انا هذه